بسم الله الرحمن الرحيم. رافع السماوات أو نزل الآيات إلى هنا وخالقنا ورازقنا لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وبيدها حلال وحراما واحكم البيان الله البرهان مهووس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حنيف اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من القرآن الذين هم أهلك وخاصلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا بنو عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك واعصينا بيدك ماض فينا حكمك قبل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بي نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استقصدت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودناء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودنينا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل ودفع به عنا النقم وأغبر علينا به النعم واجعلنا به عد الجزائر فائزين وعند النعماء من التهيئين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فزولتها بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة
مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأحسن دعائها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. صفي شوي. يلا شغل عندك شوي مات. مش خلوه.